السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات أم عبد المغيث. الحلقة ديالنا ديال اليوم كيفما كتشوفوا بطبوط منفوخ رائع غزال أو المخمر. من اليوم ما غاديش تاخديه من على برا، حيث كتشوفي معايا كيجي خاوي وما غاديش تحتاجي إلا 10 دقائق باش غادي يوجد الفطور أو للغوتي أو حتى للسحور. وحنا على أبواب الشهر الفاضل، شوفي معايا الشكل ديالو كيف كيجي وما نعاودش ليك، خفيف وفي نفس الوقت ما تيجيش معجن. كيمكن لك انك ديريه كبير او لا صغير على حسب نتي والرغبه ديالك. وغنعطيك طريقه سهله بدون تعب بدون تقراص بدون تماره. بقي معايا باش تعرف على الوصفه ديال اليوم ونتمنى لك فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفي معايا عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال الفينو، ولكن ماشي اي فينو، عندي الفينو اللي قمح، ماشي الفينو انما القمح صفر. عندي كذلك 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال السنيده. غادي ناخذ واحد الكاسرول غنوضع فيها الماء، ومن بعد غادي نوضع فيها الحليب. غادي ندير هاد جوج مكونات فوق البوطه باش يدفاو، ماشي يطيبو انما غير يدفاو فقط. غنوضعهم في واحد الاناء، نوضع الخميره ونوضع السنيده، نوضع كاس ديال القمح صفر. كنعاود ناكد ما ديريش الفينو انما ديري القمح، يعني تيكون اقل ثمن من الفينو، في نفس الوقت الجوده ديالو كتكون احسن وافضل وما كيجيش لا البطبوط ولا الخبز قاصح. من بعد ما درت كاس ديال الفينو ديال القمح صفر، غادي نضيف عليه نفس الكاس ديال الدقيق الابيض، وغادي نقوم بعملية الخلط أو التحريك بهذا الشكل. عرفتي هذا يا البنات ديالكم؟ تبغيت مع الصباح، صباح ما عنديش الخبز، وبسرعة وجدته وقلت نتقاسمه معاكم. غادي تحركي مزيان، من بعد غادي تشعلي الفران وغادي تطفيه وتدخلي فيه الخليط بضع دقائق فقط. الا كان الحال سخون ما غاديش تحتاجي لهذه العمليه. وقبل ما نكملوا الوصفه ديالنا مع بعضياتنا، نتمنى انك تكوني في الموعد في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله، باش نوجدوا مع بعضياتنا واحد الحشوه رائعه وغزاله لذيذه ديال المملحات او ديال البريوات بدون تعب وفي نفس الوقت بدون مقادير كثيره. دائما في الفقرة ديالنا وديالكم رمضانية غدا نفر الجزء الثاني اللي كترافقكم على قناة حلويات أم عبد المغيث. وما تنسوش القناة الثانية، قناة ممتي العزيزة، اللي كتعرض عليكم مجموعة ديال الوصفات من الأعشاب، وكذلك وصفات وصفات جميلية وصحية. من بعد كيف ما كتشوفي معايا، من بعد ما ارتاح شويه الخليط، غادي ناخد 2 كيسان عامرين كبار وغادي نضيفهم على الخليط. 2 كيسان كبار ديال الدقيق اللي ابيض. وبقاي معايا لان الطريقه باش غادي نقسموا هاد المخمر طريقه حصريه وطريقه سهله وسريعه بدون تعب. غادي نجمع بيديا، اول شيء منها نتحكم في القوام ديال الدقيق او ديال العجين، وفي نفس الوقت نستغل الوقت. فوالا كيف كتشوفوا معايا، غادا غنجمع فقط. تحية كبيرة للمنال اللي غبرات علينا، نتمنى اننا نشوفوها ان شاء الله باذن الله وجميع المتتبعات
الغاليات اللي كينورونا بتعاليقهم تشجيعاتهم وكذلك حتى اقتراحاتهم في الوصفات اللي يبغاو. وكنقول لنا فاطمة ان شاء الله باذن الله في العشية او غدا مع الصباح غادي نحط لك الشباكية اللي كنتي زميتها اللي كنتي طلبتي، وفي العشية غادي تكون شباكية بلا كريم فريش حصريه على قناه حلويات ام عبد المغيث. وما تقولوش يا البنات لا ما تقوليش حصريه، لانها فعلا وصفات حصريه كانت قسمها معكم بتقنيات سهله عده اسرار وعده نصائح اللي كتضمن نجاح الوصفات معكم 100%. انا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما حصلت على هذا العجين والفران مازال باقي سخون، غادي ندخلو والفران مازال شاعل باقي سخون، غادي ندخلو واحد بضع دقائق غير كتحسب العجينه ضعف الحجم ديالها. ها هي واجده معنا بدون ما ننتظروا وبدون ما نفكروا واش غادي يخمر هذا المخمر او لا ما غاديش يوجد. وحتى الا كان عندكم البنات الحال سخون كنعاود ناكد راه ما غاديش تحتاجي بالمره الفران غير حيت باقي شويه الجو بارد. بالنسبه لهذيك الهيبه اللي حيت بغيت نقول لكم هذاك شويه ديال الزعتر كنت كنصوب فيه بالصوت معاكم الماسك ديال الكوكوت لتصفيه البشره والوجه، وفي نفس الوقت حتى بالنسبه الناس اللي عندهم مشكل ديال التونيه وديال الاكزيما هذاك ماسك كيبيعوه العشابه بثمن باهظ كيوجد في الكوكوت، لكن حنا خدمناه باقل تكلفه. هنا كيف ما شفتوا معايا العجينه درتها طويله، قطعت بهاد اللعيبات فوالا، وغادي نعاود نقطع بالموس الجهه الاخرى باش نستغل الوقت احسن وفي نفس الوقت يجوني في قياس واحد. وغادي نبدا نكور اولا اللولب هاد العجينه فوالا كيف كتشوفوا معايا. يعني بسهوله كتوجدي هذا المخمار او هذا البطبوط، شوفوا معايا دغيا كيتلولبو وبدون مجهود وما غاديش تعكزي بالمره عليه ومازال باقي. وهنا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق الاصفر غادي نوضعو وغادي نبدا ندوز بالدلاك فوق العجينه وما ترقيش بزاف باش ما تجيكش قاصح، واخا هو بيني وبينكم البنات راه تيجي رطب كيف رقيق كيف غليظان هنايا، ولو رققته باش كيخرج ليا كميه كثر في نفس الوقت ما تيكونش فيه البابه. فوالا كيف كتشوفوا معايا الكميه اللي عطاني. غادا نوضعو فواحد لاطا وغتوضعي عليه واحد المنطا دغيا غادي تلقايه خمر او دغيا غادي تلقايه وجد، هذيك الساعه غادي تبداي طيبي مباشره. الطريقه ديال اللوز ديال الجينيه ديجا كنت قسمتها معكم في القناه، من بعد ما كنديرو في واحد المقله اللي كتكون ما كتلصقش من الافضل كترشي شويه ديال الزيت وهي مازال باقا بيضه كتقلبيها لهاد الجهه اولا كتخليها كدور باش كتدخل فيها العافيه وكتنفخ، وهي مازال بقى بيضه غادي نقلبوها للجهه الاخرى باش تزيد. فوالا كيف كتشوفوا معايا باش كتزيد تنفخ. نتمنى انكم غير تبعوا النصائح وتجربوها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ملي كنوضع صبعي فوالا كتنزل البطبوطه يعني راه خاوي من الداخل.
كتغطيه بواحد الزيف، ما كديرش مباشرة على البلاطو، كديري واحد الزويف عاد كتغطي المخمار ديالك. كان هذا هو الشكل ديال البطبوط أولا المخمار ديالنا. السحور وكذلك حتى بالنسبة للتعمار كيجي رائع ولذيذ، وفي نفس الوقت سريع بدون تعب بدون مجهود بدون دلك وكذلك بدون انتظار أو طول انتظار. شوفوا معايا وإن شاء الله بإذن الله غنخدمو حشوات مختلفة. نتمنى أنكم تكونوا في الموعد، ونقول لكم رافقتكم السلامة. شكرا خاص على التتبع. بالصحة والراحة، وإلى